السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف لعبة اسمها بيلدينج جيم. دي بتتلعب على الايباد. انا استضفت برنامج اسمه بلو ستاكس عشان يعمل محاكاة للايباد. اللعبة دي موجودة على الاندرويد اسمها بيلدينج جيم. اللعبة هيت نعمل فول سكرين. بقول انا عايز ابدأ العب اللعبة. في مستويات كتيرة موجودة. هنخش اول مستوى. الفكرة كلها ببساطة ان انا بحرك الرافعة ديت لحد ما امسك اللعبة دي. اقول له جراب واروح ناقلها للمكان التاني. ده طبعا اول مستوى فسهل جدا. تمام. بقول له دروب بس خلاص. يبقى انا كده حققت اول مستوى. كل مستوى بيبقى اصعب منه في الفكرة كلها. بس هي الموضوع كله حاجات خاصة بالبناء. يعني مثلا ديت مطلوب ان انت تعمل جسر. فالموضوع الجسر طبعا هيبقى اصعب. نحاول نمسكها على قد ما نقدر من النص عشان يبقى في شوية توازن. تروح داخل على المستوى اللي بعده. موف ذا وندر ران. المفروض تحرك دوت. معاك الرافعة وبتيجي تقول له جراب وتمسك. اوبا. المفروض كنا نحاول نحطها من النص عشان تبقى في شوية توازن. مفيش مشكلة. لسه ما عرفش المستوى ده. هلعبه وبقى ان شاء الله اعديه باذن الله. اخوكم عمر سليم.